رسميا عودة باتريس كابترون لتدريب نادي الزمالك مرة أخرى، ولماذا كابترون رجع، ولماذا أصلا مشي، وليه باتشيكو بيمشي في الوقت الحالي، وإيه الأسباب المتراكمة إنه يخليه باتشيكو يمشي ويخلي إدارة الزمالك تكيل باتشيكو في ظل هو متصدر الدوري. يا نعم الأهلي عنده شوية مؤجلات، ولكن باتشيكو متصدر الدوري وعنده شوية أمل إنه يصعد من دوري أبطال أفريقيا، ولكن لماذا هيمشي في التوقيت دون؟ أنا هقول لكم لماذا هيمشي في التوقيت ده، وكمان هقول لكم ليه كابترون رجع وليه هيمشي. هنتكلم في كل حاجه عن رجوع كارترون ورحيل باتشيكو بعد مباراه سيراميكا كليوباترا على طول، لسه خلصانه من شويه. فقبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك عشان يوصل الحلقه لاكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. وتعالى نخش نتكلم، هل كارترون يصلح للزمالك ام لا؟ حطني رقم واحد في الهجاصين. الحلال والحرام ده في الكنيسه والجامع مش في الكوره، الصح والاصول في الصلح فطار او قعده عرب على القهوه مش في الكوره. الانتماء ليا انا وانت ولكل واحد ما بيكسبش فلوس من الكوره مش لاعبين ومدربين، اللي في الكوره هي حاجه واحده بس اسمها اللي تكسبه العبه. محدش يقعد يندب على عوض الكارترون اللي دفع الشرط الجزائي وجري لشويه فلوس اكتر شويه، ده خواجه يا معلم، ده اجنبي ما فهمش في اصولنا ولا اصولك ولا اصول اي حد، ده بيجري او بيروح للجنيه او يروح للفريق اللي هيكسبه شويه فلوس ويلم شويه جنيه اللي هيكسبهم من الفريق مقابل شويه انجازات يحققها مع الفريق وخلاص. الغلط اللي حط شرط جزائي اهبل زي دون اللي خلى المدرب يحطه لك على الترابيزه ويقول لك انا عايز امشي دلوقتي، وفلوس شرط الجزائي هو كنت المفروض تجيب مدرب وتحط في العقد بتاعه شرط جزائي محترم وتعمل عقد محترم تحفظ فيه حقوقك، اللي هو تحط شرط جزائي تعجيز المدرب اللي هو ما يقدرش يمشي من عندك، وكمان تحط حقوق ليك اللي هو لو انت اخفقت يا باشا او عملت نتائج مش كويسه انا اقدر امشيك في اي وقت بدون ما ادفع الشرط الجزائي. وبكده انت هتاخد كل حاجه لمصلحتك، بتكسب وماشي كويس اديك موجود، هتغدر بيا وتمشي، هعجزك في الشرط الجزائي، تخسر اتكل على الله واجيب واحد بيكسب. الاهلي المفروض اللي هو منافس مباشر ليك في 2013 بعد بطوله افريقيا بتاعت 2012 في رادس بتاعت الترجي، حسام البدري ساب الاهلي وهرب لليبيا عشان يدرب اهلي طرابلس، و2018 الاهلي رجع حسام البدري تاني علشان مصلحته مع حسام البدري. كهربا حاليا اللي هو من نجوم الجزيره ومن نجوم النادي الاهلي كان بيقف مع جمهور الزمالك ويقعد يشتم في الاهلي ويشتم صالح سليم، والاهلي جابه علشان مصلحته. حسام ابراهيم اللي هم اكتر اتنين اهلاويه في مصر جم الزمالك وكسبوا مع الزمالك 14 بطوله، ولو كنا قلنا ساعتها لا ومش عايزينهم عشان مبادئ النادي والكلام دون ما كناش كلنا عيش. وباتشيكو اللي معانا دلوقتي دون هرب من الزمالك بطريقه اوسخ من كارترون، ده على الاقل كارترون جه خد الشرط الجزائي بتاعه وفلوس الشرط الجزائي جه حط لك في الترابيزه وقال لك خد فلوسك ايه انا عايز امشي. باتشيكو مشي من الزمالك من غير ما يعرف حد، وتاني يوم الصبح خد طيارته وجري على السعوديه، وده اللي اسمه هروب فعلا، ودلوقتي موجود في النادي وبيدرب النادي عادي جدا. وكنت ساعتها طلعت مبررات ان مرتضى منصور او رئيس النادي هو اللي مشاه، هو اللي كان خانقه، للعلم رئيس النادي اللي مشي معايا كارترون او اللي مشي من عنده كارترون هو رئيس النادي اللي باتشيكو هرب من عنده، اللي تكسبه العبه هو ده الكلام المظبوط، واي حاجه تانية مجرد شكليات. العصابه اللي جابها الوزير اللي كل شويه ترمي لنا اسم في الهوا عشان نقعد نقول لا عباس الضو، لا الاصول والكرامه يا لجنه، حزب الحريه والتنميه الاخلاقيه يا لجنه، تقوم اللجنه جايه تقول لك ايه بقى؟ طب ضمونا مع الجمهور على السوشيال ميديا والانترنت نقرر صرف النظر عن كارترون وطارق يحيى مدير فني. لجنه ما كانتش عارفه تعمل عمليه لاعب كره اليد ب 15,000 دولار واللعيبه والجهاز الفني جمعوا من بعض واللاعب راح يعمل عمليه، وقعدوا فريق الزمالك في الجو تقريبا يوم ولا 12 ساعه عشان يسمسروا فلوس من ورا الرحله اللي كنا رايحينها في السنغال هيقدروا يجيبوا كارترون، وقدروا يجيبوا كارترون. هل كارترون هينجح ولا لا؟ وانا من وجهه نظري بعد الكلام اللي قلته ده كله ان كارترون دلوقتي هو الاصلح للزمالك. هتقول لي ازاي اصلح للزمالك وازاي كارترون يرجع اصلا؟ ده هرب وسابنا. هقول لك يا معلم زي ما قلت لك، اللي تكسبه العبه. كارترون لما كان مع الزمالك احقق ايه مع الزمالك عشان ترجع ترجعه تاني؟ المفروض اكيد انت المدرب اللي بترجع ترجعه تاني وتخليه يمسك ولايه تانيه، هو حقق انجازات مع الفريق في الولايه الاولى. الولايه الاولى كارترون
كارتيرون ادريس عرفت نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب الترجي صاحب حق، يعني ساعتها كان خد دوري ابطال افريقيا نسختين ورا بعض 2018 و2019، قدر يخرجه من دور الثمانيه ويصعد لدور النصف النهائي، خد السوبر الافريقي للترجي، خد السوبر المصري للزمالك. اي نعم سابك وفي نص الموسم وسابك قبل السيمي فاينال افريقيا وجري شويه فلوس، وهنا هنيجي لمربط الفرس، ليه كارتيرون مشي وساب الزمالك في التوقيت ده؟ انا بصراحه مش فاهم، انا مش فاهم غير ان هو مشي علشان الفلوس. وكارتيرون لما يرجع اقول لك انا مشيت عشان مرتضى منصور، للعلم مرتضى منصور جه مدربين اجانب كتير قوي 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 معاه، ما كانتش فيه علاقه مترابطه وعلاقه كويسه ما بين مدرب اجنبي ما بين مرتضى منصور زي ما كان في علاقه مميزه ما بين كارتيرون وبين مرتضى منصور. فترجع تقول لي ان مرتضى منصور هو اللي مشاك وهو اللي خانقك عشان يمشيك؟ كل ده في الفيديو لما كان قاعد بيتحايل عليك عشان تقعد في النادي وقال لك هديك اضعاف او هديك الفلوس اللي تاخدها بره، وانت رفضت تماما وقررت ان انت تمشي من تمشي من الزمالك وتروح التعاون بسبب فلوس هي اضعف من الزمالك، خد تقريبا 5 اضعاف اعلى من مرتبك في الزمالك، فكان حقك ان انت تمشي، مش حقك ان انت تسيبنا في نفس التوقيت، كنت ممكن تستنى نهايه الموسم وتسيبنا وتمشي عشان الفلوس، ولكن سبتنا في نهايه الموسم او سبتنا في نص الموسم كنا داخلين على منعطف تاريخي، وسبتنا ومن اسباب ان الزمالك يخسر دوري ابطال افريقيا هو رحيل كارتيرون عن الفريق وكتوم باتشيكو. باتشيكو كان راجع جاي مش عارف فريق اول، لكن كارتيرون لو كان موجود كان زود فرصه ان انت تكسب دوري الابطال. كارتيرون سابك ومشي وراح التعاون بسبب شويه فلوس، ده امر مفروغ منه. ولكن ليه كارتيرون رجع تاني؟ ليه كارتيرون رجع تاني؟ كارتيرون مشي عشان الفلوس، ودلوقتي كارتيرون راجع وفي اصلا في النادي ازمه فلوس، فكده يبقى كارتيرون مشي من النادي مش رغبه منه، كارتيرون مشي من النادي علشان رغبات ناس اخرى. مين الناس الاخرى دي؟ الله اعلم مين الناس اللي ادت الكريدت للتعاون او خلت التعاون يسحب مننا كارتيرون في التوقيت الصعب اللي زي دون عشان يخسر الزمالك افريقيا ويوديه السعوديه بعد كده يرجعه في الوقت ده. الله اعلم مين ده، الله اعلم مين الايد الخفيه اللي بتبقى بتعمل كل ده. مش هقول لك مؤامره وهتقول لي يا معلم انت عايش في مؤامره والكلام ده، ماشي يعني قصه مؤامره ومش مؤامره دي ممكن نختلف ونتفق عليها، ولكن فعلا لو انت تعرف سبب او انت عندك وجهه نظر غير المؤامره اللي انت بتكلمني فيها، قول لي كارتيرون ليه مشي وساب التعاون، يعني ليه مشي ساب الزمالك ومشي راح التعاون بسبب الفلوس؟ اي نعم مشي وساب الزمالك، ولكن ليه ساب التعاون وساب فلوس التعاون ورجع دلوقتي؟ كتبت كذا بوست على فيسبوك، روح شوفه تلاقي لينك فيسبوك في الكومنتس، روح شوفه اتكلمت في الموضوع بتاع كارتيرون ده في كذا حاجه، روح شوف الفيديو ده او البوست ده على فيسبوك. ولكن اللي انا مش فاهمه ليه فعلا كارتيرون رجع، انا مش فاهم. كارتيرون اي نعم حقق معاك نجاحات وجاب لك سوبرين في اسبوع ووصلك سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا وفضل معاك ممكن تكسب دوري ابطال افريقيا، ولكن كارتيرون على مستوى الدوري كارتيرون سلم الدوري للاهلي فرق 20 بونت، فرق 20 بونت، وده مش هنسمح بيه الموسم ده. دلوقتي الزمالك مع باتشيكو متصدر، لو الاهلي كسب كل مؤجلاته يبقى متصدر عن الزمالك ب3 بونت بس، لو الزمالك فضل يسقط نقط هنعيد سيناريو الموسم اللي فات والاهلي يكسب الدوري فرق 20 نقطه. فلازم كارتيرون يجي شروط اللجنه وشروط الاداره اللي موجوده دلوقتي ماسكه الزمالك تقول له اننا ناخد الدوري، الدوري وافريقيا والكاس، لازم كارتيرون اكيد هيجي حاطط شويه اهداف. كارتيرون يعني انا واثق او مش واثق، نعم ما عندي شويه ثقه ان كارتيرون لو جه هيعمل شغل كويس مع الزمالك. ليه كارتيرون عمل شغل كويس مع الزمالك؟ لان لعيبه الزمالك كلها بتحبه، وده طلعوا عليه في الاعلام في كل الناس، لكل الناس طلعوا عليه في الاعلام. زيزو حتى لما طلع مع ميدو في اوضه اللبس قال لك ان اللعيبه كلها بتحب كارتيرون، ويوم لما مشي كارتيرون اللعيبه بتقول لك اللعيبه كانت زعلانه جدا جدا ان كارتيرون مش كارتيرون صاحب اللعيبه، مصاحب اللعيبه. كارتيرون ما كانش جاي مدرب احمال، هو اللي كان بيعمل الشغل بتاع مدرب احمال للعيبه، هو اللي كان بيدلك اللعيبه بنفسه، هو اللي بيدي الريتم للعيبه لنفسه بالظبط، هو كان بيعمل كل حاجه في المنظومه. فعشان كده لعيبه الزمالك كانت بتحب كارتيرون. كارتيرون راجع، من وجهه نظري انا مش معترض كتير عن كارتيرون، بس كارتيرون يعني لازم يجي يدي مبرر مقنع ان هو مش من الزمالك ليه ولماذا راجع. لازم كارتيرون يطلع يتكلم في الحكايه دي. الزمالك هل كارتيرون هيبقى اصلح لي في الفتره القادمه؟ اقول لك على مستوى القاري ومستوى دوري ابطال افريقيا اقول لك انت محتاج مدرب يكسبك 3 ماتشات الجايين، وكارتيرون انا يعني من وجهه نظري هو قادر على ده، ولكن في مستوى الدوري لازم يتحط شروط ان هو يكسب الدوري. تعال بقى نتكلم شويه عن باتشيكو، اللي من وجهه نظري الراجل دون اتظلم جدا 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 في الوقت الحالي. باتشيكو في الوقت الحالي متصدر الدوري، اي نعم لو الاهلي كسب كل ماتشاته هيبقى فرق 3 بونت مش كتير، فافريقيا عنده شويه امل او بص من امل انه يصعد من المجموعه.
لماذا باتشيكو هيمشي؟ في عده اسباب. السبب الاول والسبب الرئيسي، او مش عده اسباب، انا من وجهه نظري سبب رئيسي واحد هو ان اللعيبه مش حابه باتشيكو. هتقول لي ليه يا معلم اللعيبه مش حابه باتشيكو؟ اقول لك ان باتشيكو حاطط سيستم في الفريق، باتشيكو حاطط سيستم في الفريق. اللعيبه بتقول لك ان باتشيكو بيعاملهم بصرامه، بيعاملهم بشده كبيره جدا، كارتيرو ما بيهزرش في التمرين، التمرين بيبقى شاق جدا على اللعيبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كارتيرو حاطط سيستم في الفريق، اللاعب دوت ايا كان اسمك ايه هتبقى معايا في الفريق وتبقى معايا في المنظومه هتلعب. اللاعب مثلا غايب عن التمرين قبل المباراه، في المباراه انت مش معايا، انت مش معايا وهتقعد على الدكه او بره السكور تماما، زي ما كان عامل مع فريتشاني سيسو، كان عامل مع مصطفى محمد. انت لو مش موجود في التمرين مش هتلعب معايا، لو في التمرين مش تلعب معايا، انت لو في المباراه مش كويس هخرجك من الملعب وممكن اقعدك جنب على الدكه ما نزلكش. كان راجل صارم مع اللعيبه، كان راجل حاطط سيستم على اللعيبه، واللعيبه هي متضايقه من الحته دي. واللي انت تمشي مدرب وتطير راس مدرب من نادي بسبب لاعبين، انا مش شايفه حاجه صح. انت كنت ممكن تعاقب اللعيبه، ممكن تطلع تدي بيان ان باتشيكو موجود في النادي وده يدي اللعيبه اللي هو خلاص احنا مفيش حل تاني نعمله غير ان احنا نلعب كوره ونكسب ونكسب. ولكن اللي انت كنت المفروض تعمل ده لو انت في اداره بتدير او اداره منتخبه، اداره مستمره مع النادي، اداره مستمره مع النادي، اداره دافع فلوس للعيبه دي او فلوس اللعيبه دي واخداها، بيدفع مستحقات اللعيبه اول باول ومفيش فلوس على النادي للعيبه، تقدر بعين واسعه اللي انت تعاقب اللعيبه دي، تعاقبه وتوقفه اي حاجه، المهم انت تعاقب اللعيبه دي عادي جدا لو انت في اداره كده. الاداره الحاليه اللعيبه ليها فلوس وليها مستحقات، في مشاكل وفي كل تخبطات في نادي الزمالك، في الطبيعي اللي انت مش عارف تعاقب اللعيبه. اللاعب بيعترض بوجه، بيعترض انا ليا فلوس انا بعترض، مش بقول لك من حقه اللي هو يعترض، ولكن هو بيعترض دلوقتي لان مفيش اداره في النادي. شويه اللجنه اللي لا تفقه شيء عن الاداره او تفقه لا تفقه شيء عن كره القدم هي اللي بتدير النادي حاليا، هي اللي بتمشي باتشيكو وبتجيب كارترو. زير النادي كان مستمر، كان كويس، الدنيا هاديه والدنيا تمام. التخبطات اللي فاتت سواء في الدوري او في افريقيا راجع عن اللعيبه، باتشيكو بيقدم لك اداء مميز جدا ولكن اللعيبه ما بتسجلش. هل دي مؤامره من اللعيبه؟ اقد اجزم ان دي مؤامره على اللعيبه، من اللعيبه على باتشيكو، مؤامره على اللعيبه على باتشيكو. فاذكركم بشويه حاجات، او اذكركم بحاجه صغيره جدا. الموسم اللي فات في نفس الوقت دون كان بيدربنا مدرب صربي اسمه ميتشو. ميتشو ده اول ما جه قدم مباراه كبيره جدا 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 ضد بيراميدز في نهائي كاس مصر. حلو حلو. قدم المباراه دي وقلنا بس بقى معانا مدرب كبير. اللعيبه برده ما كانتش راضيه عن ميتشو او مش بتحب ميتشو، فعملت ايه؟ خسرت من مازيمبي في مازيمبي 3، خسرت السوبر المصري، وابتدت تضيع نقط في الدوري عشان ميتشو يمشي، عشان هي مش مقتنعه بميتشو. وخد كام؟ ميتشو مشي وجي كارترون، كارترون المحبوب، كارترون اللعيبه بتحبه، كارترون اللي صاحب اللي مصاحب اللعيبه، اللعيبه ممكن تدلع كارترون عادي في التمرين او في الجيم او اي حاجه، كارترون صاحبه. ففجاه كارترون مشي وجي باتشيكو، الراجل الصارم، الراجل اللي حاطط سيستم، الراجل اللي ممشي اللعيبه على عجين ما تلخبطوش. لا، المدرب ده مش عاجبنا، مش عاجبنا النظام ده، احنا عايزين صاحبنا، عايزين كارترون صاحبنا اللي كان بيبقى معانا ومصاحبنا. خلاص هنلعب ونتخاذل عشان باتشيكو يمشي ويجي كارترون. وقد كان، قد كان الاداره تستجيب للعيبه، وباتشيكو خلاص اخر مباراه ليه كانت مباراه سيراميكا لسه خلصانه من شويه، وكارترون رجع. انا شايف ان كارترون ممكن ينجح مع الزمالك، مش معترض قوي على كارترون، اي نعم عندي شويه علامات استفهام ليه مشي وليه راجع ومشي ليه وايه الاستفاده من انت مشيت وراجع دلوقتي ليه، وايه الاسباب اللي انت خليك تمشي من الزمالك وتروح التعاون، وايه الاسباب اللي خليك تسيب التعاون وترجع للزمالك تاني. علامات استفهام كبيره جدا على كارترون، لكن هنحكم على مدرب في ارضيه الملعب. نعم في شريحه كبيره جدا من جمهور الزمالك مش حابب كارترون او مش عايز كارترون يرجع، وده ممكن اتفق معاه ببعض الشيء، اللي هو الراجل خاننا وراجل مشي وسابنا، بس الراجل مشي بطريقه قانونيه جدا جدا جدا، الراجل ما هربش ومشي او ساب فرصه طريق، لا الراجل جه قال لك انا هدفع شرط الجزاء انا مش عايز اكمل بسبب شويه حاجه، وطلع صرح او وكيل بتاعه طلع صرح قال لك عشان كان في شويه مشاكل على مستحقات اللعيبه والكلام ده، اللي هو مش عايز اشتغل مع اللعيبه وهي زعلانه، ومش عايز يوصل لمرحله ميتشو وباتشيكو اللي دلوقتي اللعيبه عندها مستحقات ومش راضي عن مدرب خازل فهو يلبس الليله، لا ولك انا انط المركب احسن. فكارترون الله اعلم هينجح لا، ولكن انا عندي ثقه في كارترون، وعندي ثقه ان اللعيبه دي هترجع تاني وتكسب تاني وتعمل اداء كويس بسبب ان كارترون رجع وصاحبهم رجع للتدريب. وانا موافق على كارترون جدا جدا جدا، وكل التوفيق لكارترون وكل الدعم، ولكن
باتشيكو الراجل اللي اتظلم معانا، اديت معانا وقت كويس جدا، عملت معانا اداء كويس، كنا شايفين معاك كوره كويسه، كنت متصدر الدوري في افريقيا كونفيدا، كنت تصعد لك انت خازو بعض اللاعبين قبل اللي انت تمشي من النادي دلوقتي، قضينا فتره معاك من افضل فترات نادي الزمالك. شكرا لباتشيكو وجود لك، جود لك، وهنلتقي قريبا باذن الله. ولكن ده كان رأي في قدوم باتشيكو، قدوم كالترون ورحيل باتشيكو. قول رايك انت في الكومنتس على الكلام ده، وهل فعلا الزمالك عنده حق او الاداره كانت محقه اللي هي ترجع كالترون تاني، ولا انت شايف ان باتشيكو كان المفروض يستمر وكالترون ما رجعش تماما للزمالك بعد اللي عمله؟ وقول لي كمان توقعك، هل كالترون قادر على النجاح في الزمالك ولا لا؟ ولو الحلقه عجبتك وانزل اعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، ولو كمان اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في قناه فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام، بنتكلم في كل حاجه هناك، بوكا في الكوره بره الكوره اي حاجه، روح انت اعمل لي دلوقتي فولو واد على فيسبوك او فولو على تويتر او انستجرام، ويا ما تشير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.